تعودنا بأوتوفوكس مشاهدينا نضوي أكثر على السيارات أكيد وعلى الدرجات النارية، لكن التأمين على السيارات وعلى الدرجات النارية هو أمر أساسي بلبنان، خاصة على طرقاتنا اللي عم تشهد للأسف حوادث كثيرة بالفترة الأخيرة. اليوم بسرني رحب بمسيو روجيه زكار عضو مجلس إدارة كوميرشال انشورنس، وحلقتنا اليوم مخصصة روجيه أكثر عن الدرجات النارية والتأمين عليها. كيفك أول شيء؟ كيفك جوش؟ يعني نعرف أنتو اليوم الشركة الأكبر اللي أخذ الحصة الأكبر من التأمين على الدرجات النارية حوالي 80% أو أكثر من السوق اللبناني معكم أنتو روجيه. كيف بتحطوا ثقتكم أنه بتأمنوا أكثر أنه تعملوا أسيرانس على دراجة نارية ورغم أنه دراجة نارية تعتبر أخطر من السيارة لأنها عضو لبان؟ مزبوط. أول شيء خليني بلش أعرف عن كوميرشال انشورنس. كوميرشال انشورنس هي شركة 100% لبنانية لأكثر من 53 سنة بالسوق اللبناني. هلا التأمينات على الدراجة النارية صارت مثل ما عم نعرف عم تشوف دراجات نارية أكثر وأكثر بالسوق اللبناني، فكان لابد إنه تبلش شركة تأمين تعطي تأمينات للدراجات النارية، وكانت كوميرشال انشورنس مثل العادة رائدة في هذا المجال، وبلشنا من تقريبا 7 سنين أمن على الدراجات النارية. علما إنه نسبة الدراجات النارية عم بتزيد بلبنان بالسنوات الأخيرة، والدراجة اليوم هي حل أساسي لعجقة السير للمواقف للتلوث والتلوث وطرقات بيروت الضيقة وغيرها، يعني تعتبر اليوم شغله اذا بده ينزل واحد على شغله والتأس منيح اكيد بياخذ الموتور تبعه وبينزل عادي. هي مثل بكل مدينه، يعني بالنهايه الدرجات الناريه هو حل، وهو لازم يكون الحل، وواحد لازم كل سائق لازم هو يحترم السائق تبعه للدرجه الناريه، ولازم تفوت بالثقافه اللبنانيه. هلا مشان هيك لابد انه يكون في شركه تامين تامنهم، بس دائما بيسالوا يعني في كثير عالم بتتعجب انه في شركه تامين عم بتامن الدرجات الناريه. طيب انا هلا اشتريت موتور، كيف بدي امن عندكم شو عم بتقدم لي كوميرشال انشورنس؟ ما هي جينا نحن ندون نقول انه ايه في شركه تامين عم بتامن على الدرجات الناريه، والتامين على الدرجه الناريه هي تقريبا مثل التامين على السياره. مثل السياره نفس الشيء. فاول شيء عندك اكيد التامين يلي هو الالزامي او تامين على الاضرار الجسديه، يلي في حال صار في حادث وتاذى شخص كل شيء اضرار جسديه مغطيه. شخصين حتى بيكونوا اوقات على الدراجه، بيامن الشخصين؟ هو الشخصين او اكثر، كل يلي ضد أوكي. الغير يعني بس يكون في شخص شخصين ثلاثه، او اذا حدا إذا حدا وصار معه أضرار جسدية بيكون مخطط. عندك الأضرار المادية كمان لو الموتور على الموتور، كمان لو الموتور فات بمحل فات بالسيارة بيسبب أضرار مادية كمان لازم يكون مأمن عليها، وأكيد عندك الأضرار جميع الأخطار اللي هي التوريسك بتتسمى انه على الموتور هي ذاتها، يعني فينا نعمل توريسك على الموتور مثل ما بنعمل على السياره. هي اكيد هلا اكيد في كثير شركات تامين ما بتحط تعمل توريسك، لانه مثل ما بنعرف انه الموتور اول شيء بتتعرض على حوادث اكثر بكثير من سياره، بعدين الموتور بتتعرض على السرقه، يعني بنعرف انه الموتور هين اسهل بكثير من السياره، بتتسرق الموتور من السياره بطبيعه الحال. فمشان هيك دائما لازم نضوي، يعني في كثير يعني نحن عم نسوق انا عم بسوق من سوق درجات ناريه، كثير بنسال بالسوق كيف فينا نأمن؟ مين بيأمن الدراجات النارية؟ بحال انسرق الدراجة النارية قديه ممكن تردوا من حقها للدراجة؟ لا سمح الله مثلا تم سرقة دراجة 80% من حقها مثل التوريسك العادي؟ نحن هو حسب عقد التأمين. أوكي. يعني حسب شو محطوط عقد التأمين، حسب عديه مأمنها السيق نحن منرد حسب عقد التأمين. هلا اكيد بده يكون عنده زيت المرحله يعملها مثل ما يعمل واحد تنسيق معه سيارته، بس انه شو محطوط على التامين بياخذ قيمته. شو عندكم شروط لتامنه على الدراجه الناريه؟ اولا يكون حاطط الكاسك اكيد، اذا مش حاطط كاسك بتعرفوا بالحادث؟ هو نحن يعني نحن واجبنا نضوي على هول الامور، يعني أوكي. هي نحن صار لها شيء الدراجه الناريه نحن بنجي بنظبطها وفينا نعوض عليها. يعني الاضرار كمان بس هو الاضرار الجسديه اللي هو بيصير للسائق ما فينا كيف بقول اذا بدك نعوض له، فهو قبل ما نحن نكون فاردين عليه او الدوله تكون فارده عليه او القانون يكون فارد عليه، هو لازم هو بوعيه التام هو يكون عارف حاله انه لازم يكون ناخذ مثل حي عن هالشيء. هيدا زميلنا ستيف بالام تي في، تفضل ستيف. زميلنا ستيف كان سايق موبيلات ومنه مسرع، بس ما كان حاطط الكاسك وصار معه حادث غريب بعد الشيء، وبنشوف انه تاذى كثير، يعني بقي فتره طويله بالمستشفى غايب عنا، وحتى كل الوجهه تبع وجهه كان فيها ضرر كثير كبير. هون كمان شو فيها يعني نحكي عم نحكي عن حادث كان ماشي تقريبا على 50 كيلومتر بالساعه، مش مسرع، مش حاطط طاقه، مش يعني اذا هيك وصار معه هيدا وتاذى من فوق وتاذى من تحت كمان،
فنحن قبل ما يكون الدولة قبل ما نكون شركة التأمين عم تفرض على السائق، لازم هو السائق بوعيه، مجرد عم بيسوق دراجة نارية هو يكون بوعيه، يعرف انه ياخذ احتياطاته، بعدين بتجي الدولة بتساعده، بعدين بتجي شركة التأمين بتكمل، بس هو لازم يبلش هو بحاله. بتسوق بعض على كاسك ستيف؟ شكرا. ميرسي ستيف. روجيه كمان اليوم خلال الحلقه وخلال حلقاتنا هالفتره هيدا عم تقدموا جايزه، سريعا بدنا نقول شو هي حوارنا اكيد، بس موعد السحب رح يكون ب 30 شهر لايف على ام تي في ضمن ام تي في الايف. مزبوط، نحن دائما يعني كل المشاهدين تبعونا وكل اللي بحبونا على كوميرشال انشورنس دائما بنحب نجي نربحهم شيء. شو لازم نعمل؟ اهم شيء بده نحن كل حلقه بنرجع بنحطها على الفيسبوك تبع كوميرشال انشورنس يلي هو كوميرشال انشورنس كوب، لازم بيقدروا يفوتوا على اللينك تبعونا يلي عم نحطه، حطوا لايك اند شير وبنزل اسمه دغري بالقرعه. و 30 الشهر نحن بنكون باستوديوهات الام تي في عم نعمل السحب مباشر على الهواء. لنشوف من حيكون محظوظ ويربح هالدراجة النارية الحلوة اللي ورانا، اللي مش عم نذكر صارت حل اساسي اليوم بلبنان، بس اهم شيء الهلمت. السلامة العامة. مزبوط. شكرا روجيه. مشاهدينا اكيد بنوصل لختام حلقة اليوم، تابعونا خلال هالاسبوع للمزيد من الحلقات والتوعية خاصة حول موضوع التأمين على السيارات والدراجة النارية. إلى اللقاء.